الرابع عشر من نيسان عام 1946 هو ماضي العزه وحاضر الكرامه هو عيد الجلاء الذي تزهو به الاوطان هو ذكرى جلاء المستعمر الغاشم عن اراضيها لتنعم بالحريه التي تم انتزاعها بفضل تضحيات كبيره وارواح ثارت وارتقت لابطال قدموا لوطنهم اغلى ما يملكون يوم الجلاء هو دروس في البسالة والإباء لنيل الاستقلال هذا التراب دم بالدمع ممتزج تهب منه على الأجيال أنسام لو تنطق الأرض قالت إنني جدث في الميامين آساد الحمى نام ست وعشرون مرت ست وعشرون مرت كلما فرغت جام من اليأس صرفا أترعت جام لولا اليقين ولولا الله ما صبرت على النوائب في احداثها الشام يوم الجلاء هو الدنيا وزينتها لنا ابتهاج وللباغين ارغام سلفتنا بجحافلها تريد تحتل وتحسب الوطن لعبة بيديها والمالكي أقسم قسم ما تفوت والتاريخ يكتب ما حامينا عليها على جدي على جدي يكتب التاريخ ما تهدي الغاشم وانت بيها وبالوطن وبالوطن كثرة الفرسان والشيخ صالح اعلن العصيان بوجهة فرنسا ما يريد المدل وسلطان باشا حرك العربان وسلطان باشا الحرك العربان السيف بيده يا ويل لي ذله للوطن عنوان يوم الحق لازم نحله وحل الفراغ بالسابع عشر من نيسان فرنسا غادرت ارض الوطن من ذله من سلالتهم من سلالتهم جيوشنا بالميدان سطر ملاحم وارهب العدوان صامت بوجه الريح والطقيان والوطن شامخ يا ويل والوطن شامخ يا ويل في الذكرى الثامنه والسبعين لعيد الجلاء سنكون معكم مشاهدينا في هذا اللقاء الحواري المفتوح مع ضيوفي في الاستوديو للحديث عن أبعاد عيد الجلاء ثقافيا وتاريخيا وسياسيا اسمحوا لي أن أرحب بهم بداية مع الدكتور أيمن صلاطة وهو رئيس قسم التاريخ في جامعة تشرين كلية الأداب أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا أهل وسهل أهل وسهل فيك أهل وسهل. الأستاذ آصف يونس وهو أستاذ في اللغة العربية وأيضا عضو لجان تأليف مادة اللغة العربية أهلا وسهلا فيك أستاذ آصف أهلا وسهلا فيك وأيضا معنا المحلل السياسي الأستاذ برهان شعبان أهلا وسهلا فيك أستاذ برهان أهلا وسهلا فيك نبلش معك دكتور ايمن يعني بدايه نحكي عن التسلسل الزمني منذ عيد الجلاء وحتى الان لو سمحت تفضل. شكرا للاستضافه كل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الجلاء كل عام وانتم بخير للوطن ولقائد الوطن وللجيش العربي السوري. طبعا السوريون مهما تعددت اعيادهم الوطنيه والقوميه فانه يبقى لعيد الجلاء وقع خاص ومكانه خاصه في قلوبهم حيث انه قد صنع بالدم والايمان والصبر والوحده منذ ان وطئت اولى اقدام اولى جحافل المحتل الفرنسي ارض سوريا نعم. وكلنا نعلم بان سوريا بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي كانت عرضه على مر العصور للاستعمار وقد ارادت فرنسا كمثال من السيطره على سوريا نهب خيراتها والتحكم بمصير ابنائها ولكن منذ وصول طلائع الجيوش الفرنسيه الى سوريا آه لقيت مقاومه شرسه وخصوصا في الساحل السوري وصولا الى كل مناطق آه سوريا آه بطبيعه الحال آه اود ان اوجز بعجاله تسلسل تاريخي لابرز آه مراحل التي مرت بها سوريا قبيل الاحتلال الفرنسي وصولا الى الاستقلال في عشر من في 17 من نيسان سنه 1946 نعم طبعاً في عام 1916 كلنا كلنا نعلم أنه قد قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين نعم. ودخلت القوات العربية إلى دمشق وتم تنصيب الأمير فيصل ملكاً عليها. في عام 1916 أيضاً الاتفاقية المشؤومة اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت بلاد الشام إلى مناطق ملونة ومناطق مرقمة بين نعم. فرنسا وبريطانيا. في عام 1920 مؤتمر سان ريمو وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي والعراق وشرقي الأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني مع الالتزام بتنفيذ وعد بالفور في فلسطين طبعا هناك معارك عديدة خاضها السوريون ضد الاحتلال الفرنسي مثل ما ذكرنا منذ وصول طلع الجيش الفرنسي الأولى أبرز هذه المعارك كأمثلة آه المقاومة في الساحل السوري بقيادة الشيخ صالح العلي لا. التي استمرت حوالي أربع سنوات منذ عام 1918 لا. إلى عام 1922 آه آه معركة تل في عام 1919 نعم ثورة إبراهيم هنانو في جبل الزاوية آه معركة ميسلون وهي الأبرز لا. وهي نقطة التحول الكبرى في تاريخ آه سوريا ودخول المحتل الفرنسي إلى دمشق آه كلنا نعلم آه آه قائد ثور قائد هذه المعركه آه كان الوزير الحربيه الشهيد يوسف العظمه مع ادراكه بالفارق في العده والعتاد في العدد آه والعده بين الجيشين السوري والفرنسي الا انه اصر على المقاومه وانه لن تدخل آه فرنسا الى دمشق دون آه دون مقاومه ولكن هذه المعركه كرست الجيش السوري نعم. كرافعة أساسية وكمؤسسة وطنية آه لسوريا آه في ذلك الوقت وحتى الآن جميل. آه لاحقا في عام 1925 الثورة السورية الكبرى التي عمت مختلف أرجاء آه سوريا نعم. من الساحل السوري آه إلى المنطقة الشرقية إلى المنطقة الوسطى إلى جبل العرب وغوطة دمشق طبعا بدأت بإعلان أو ببيان سياسي وعسكري من سلطان باشا الأطرش تحت شعار الدين لله والوطن للجميع لا. اود ان اذكر نقطه بسيطه بان فرنسا عندما ارادت ان تدخل سوريا فانها حاولت احداث او زرع بذور التفرقه والشقاق بين السوريين من خلال احداث دويلات طائفيه فشلت لاحقا هذه الدويلات في عام 1936 قدمت فرنسا استقلال منقوص لسوريا من خلال اتفاقيه 1936 وفي عام 1900 وفي تلك الفتره طبعا خلال الحرب العالميه الثانيه 1939 حكمت حكمت سوريا فرنسا التي كانت محتله من قبل الالمان خلال الحرب العالميه الثانيه اي حكومه فيشي. وبعد انتصار الحلفاء في عام 1945 في الحرب العالميه الثانيه قدمت فرنسا وعودا للسوريين بانها ستمنحهم الاستقلال ولكن الطبيعه الاستعماريه لفرنسا جعلتها تتنصل من وعودها للسوريين بمنح بمنحهم الاستقلال. في 29 ايار عام 1945 قصفت فرنسا البرلمان السوري وكانت ايضا هذه نقطه تحول في تاريخ في مرحله الاحتلال الفرنسي لسوريا وبهذه الحادثه احيلت القضيه السوريه الى لا. المحافل الدوليه التي الزمت فرنسا باحترام الاتفاقيات السابقه ومنح السوريين استقلالهم الذي تجسد بشكل كامل في نعم. السادس عشر نعم. السابع عشر عفوا من نيسان نعم. عام 1946 نعم جميل هذه هذا آه التسلسل الزمني يعني ملخص بسيط لا نستطيع الاحاطه بهذه الفتره المقاومه السوريه والاحداث التي جرت ولكن ملخص بسيط يمكن ان يعطي صوره آه بسيطه بسيطه نعم. لهذه الاحداث نعم شكرا لك يعني هذا التسلسل الزمني استاذ آه اسف الى اي درجه مهم فعلا ان يكون موجود في المنهاج؟ الى اي درجه ممكن ان يكون مهم نقله الى هذه الاجيال عبر القصائد، عبر الادب، عبر اللغه؟ بدايه كل عام وانتم وسوريا الحبيبه بالف خير، وهذا بشير. الجلاء المنجز والمستمر بشكل دائم. الجلاء هذا اليوم العظيم الذي يجسد الوحده الوطنيه في بابهى صورها من الساحل السوري إلى السويداء من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب إرادة شعب واحد أرادت أن تقول كلمتها في في مقابل في مقابل جيش جرار جاء على رأس قوة غاشمة بقيادة غورو داخلا الشام وكأن وكأنه متفق مع قوة مع قوى الاستعمار أو الاحتلال السابق العثمانية لي لي تحت مسمى الوصايه او الانتداب لكن الشعب رفض كما تحدث الدكتور في سرده التاريخي فكان الادب في بدايه نهضة النهضه التي نتحدث عنها في مطلع القرن الماضي، كان نعم. الادب ترجمانا حقيقيا لكل الاحداث السياسيه والتاريخيه وحتى الاجتماعيه منها. لم اساسا بدا الادب الوطني بالتشكل مع بدايه القرن الماضي ومع بدايه الثوره السوريه الكبرى. نعم. حيث بدا الكثير من الادباء يتجرؤون ويرفعون الصوت في مواجهه هذا المحتل وهذا المستعمر. حيث ان الكثير من المؤرخين قد عرضوا ومن الكتب ومن القصص والروايات التي تروى، اضافه الى الشعر الذي تضمنه تضمنته مناهجنا في القديمه واللاحقه. وفق معاييرنا الوطنية في تأليف المناهج السورية التي بين أيدي طلابنا فانطلاقا من ذلك نجد أن الجلاء موجود في كل مناهجنا في كل سنوات السنوات الدراسية بدءا من المحاكاة لمفهوم سوريا بدءا من رياض الأطفال التي التي من خلالها يلجأ الأطفال إلى الألعاب الجماعية التي توحي ب الوحده التي توحي بالاراده الجمعيه انتقالا الى الاناشيد الحماسيه في تعريفهم لجغرافيا الوطن جغرافيا الوطن من جهه والوطن الانسان من جهه اخرى والوطن الطفل والبراءه والجمال والحب ثم انتقالا الى مرحله التعليم الاساسي بدءا من الصف الاول الى الصف الصف التاسع المناهج امتلأت حقيقه كما هو معروف ودارج ان لكل صف هنالك وحده معنيه بوحده الادب القضايا او ادب القضايا الوطنيه والقوميه لكن في الصف الاول والثاني والثالث نعمد دائما الى محاكاه المناسبات والاحتفالات وملامسه هذا الجانب انطلاقا من فرح الطفل من معرفته العاشقة لوطنه المتمثل بأبيه وأمه وأرضه ورفاقه فكانت المناهج في الصف الأول والثاني والثالث تتناول الصور تتناول الحكايات حكاية الجندي الذي برفقة, برفقة جده المشارك في الجلاء مشارك في معارك ميسلون وغيره من القصص وغيرها من القصص التي تطلع الطفل في مراحله الأولى على مفهوم اليوم الوطني او اليوم الـ الـ الاجمل في تاريخنا الحديث. ثم ننتقل الى بعد ذلك الى الصفر الرابع والخامس والسادس هنالك اناشيد جميله جدا منتقاه تخص الجانب الوطني ان كان يخص ميسلو او جانب البطوله الجماعيه التي جسدها الانسان العربي في من الجلاء الى يومنا هذا الى حربنا الاخيره مرورا بابناء الحياه في الصف الخامس وهو وهو مفهوم البطوله الجماعيه من الشهيد الى العامل الى الضابط الى الجندي الى الفلاح الى الى كل الـ 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 الشخصيات المساهمه كابطال جمعيين يسهمون في بناء الوطن اما في المرحله العليا قليلا السنوية المرحله الثانويه قبل ذلك ساتحدث عن التاسع الحقيقه في الصف التاسع تضمن الكتاب قصيده تضمن الكتاب قصيدتين، القصيده الاولى تتحدث عن يوم ميسلون بوصفها تمهيدا للاحداث السياسيه التي مر على ذكرها الدكتور وهي المعركه الاولى التي شكلت كما قال الدكتور تحولا نوعيا نعم في النضال اذ اسست وارست دعائم الجيش العربي السوري الذي الذي ما يزال الى يومنا هذا يكمل مسيره الجلاء. نعم فكانت قصيدة قصيدة ميسلون ثم ثم وضعت قصيدة أخرى ليوم الجلاء أفرد له قصيدة كاملة ليوم الجلاء بوصفه اليوم الأجمل واليوم الذي يشكل يوم يوم الاستقلال نعم. الأعظم آه ونستطيع أن نقول أن أن من أجمل الأبيات التي قيلت في الصف التاسع آه أن الوصية لأولئك وصية الشاعر للأبناء هي وصية القائد المؤسس للابناء عندما كنا عندما في الاحتفالات بعيد الجلاء نعم. كان ينبهنا دائما الى ان الجلاء مستمر والدفاع عنه مستمر يقول آه الشاعر خير الدين الزكري فتى سامي وهل في, في الارض سابقه الا انجلت لك عن ادراكها الظلم لا تسأمن صراع الدهر في جلل لا خير في عزمه ينتابها السأم اذا نحن يجب علينا كما يجسد الجيش الان عدم السام لان النضال مستمر وطويل. اذا اردنا ان لا نطيل فان المرحله الثانويه كذلك في كل منهاج من مناهج الصفوف الثانويه هنالك وحده تختص بالادب القومي والوطني تتناول التعريف اولا ب بدمشق وب الحضاره السوريه في الصف العاشر ثم الانتقال بالصف الحادي عشر الى مفهوم الشهاده والشهاده والشهداء وتقديس الشهاده والشهداء وهنالك قصائد كثيره في في تمجيد تضحيات الشهداء في ميسلون اضافه الى الجلاء شهداء الجلاء لكن الجزء الاكبر او القسم الاكبر تاريخيا وشعريا يظهر لنا في البكالوريا في البكالوريا هنالك واحدة تتحدث بسرد تاريخي من مطلع القرن الماضي في يقظه الانسان العربي ومواجهه الاحتلال العثماني من جهه ثم الاشاره الى الانتداب الفرنسي لسوريا بقصيده تعد من اجمل القصائد تعد انشودتنا التي نعزفها جميعا منذ طفولتنا يا عروس المجد للشاعر عمر ابو ريشه يا عروس المجد تيهي واصحبي في مغالينا زيول الشهود نعم. كإحدى المجازات التي شهدتها سوريا الحبيبة في التاريخ الحديث نعم. جميل جدا هذا الكلام يعني السرد التاريخي نعم. أستاذ برهان أنا بيجي لعندك سياسيا الجلاء ما زال مستمرا إلى حد الآن يعني نعيشه بتفاصيل أخرى بأشكال أخرى بأساليب أخرى اليوم يعني المقاومة والنضال فعلا هي في سوريا دائما تفضل بداية وبمناسبة الذكرى الثامنة والسبعون لجلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا عن تراب هذا الوطن الغالي هذا الجندي الذي خرج مزموما مدحورا زليلا أتوجه لشهداء الجلاء وأقول لهم أرواحكم إن شاء الله في عليين كما اقول ايضا بان هذا النضال اليوم المستمر والذي هو استمراريه الحقيقه يعني لا. لنضالات شعبنا ولنضالات رجال الجلاء في هذه الحرب الارهابيه التي ما زالت تمارس على سوريا ومن كل الدول الاستعماريه، الحقيقه ما حاول ان يفرضه المستعمر الفرنسي منذ اللحظه الاولى وعلى شعبنا على بلدنا هي هي نفس الأهداف ونفس السياسات التي حاولت اليوم وما زالت تحاول الدول الاستعمارية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية حاولت أيضا بخلال هذه الحرب ان تفرض نفس السياسات ونفس الاستراتيجيات ونفس الاهداف يعني صحيح ان هناك اشكال للاستعمار قديم وحديث واستيطاني لكن هذا في التسبيات انما في الحقيقه الاهداف واحده هو استهداف هذا الشعب واستهداف لا. هذه الجغرافيا واستهداف لا. تاريخ وثقافه هذه الجغرافيا يعني عندما دخل المحتل الفرنسي الى سوريا وأنا هنا لابد أن أشير إلى موازنة بسيطة ومقارنة حد. بسيطة بين إنزار غورو في عام 1920 نعم. وبين أيضا إنزار كولومباول عام 2003 عندما قامت أمريكا بتدمير واحتلال العراق نعم. وبالتالي صحيح أن التسميات مختلفة لكن من حيث الجوهر المستعمر هو مستعمر نعم. واكيد لن ياتي الى اي دوله اي مستعمر تحت اي مسمى سواء كان انتداب او احتلال او وجهين لعملة واحده الا من اجل ان يهيمن ويسيطر ويصادر القرار والإرادة نعم. ويحاول تشويه الهويه الهويه الوطنيه والهويه القوميه والهويه الجامعه لهذه المنطقه وطبعا اقصد بهذه المنطقه المنطقه العربيه بشكل خاص وبلاد نعم. الشام بشكل اساسي يعني لماذا بلاد الشام لماذا فرنسا وبريطانيا ركزوا بشكل أساسي في احتلالاتهم المستمرة على بلاد الشام لأنها قلب العالم ومعروف بأنه من يعني يسيطر على بلاد الشام يسيطر على العالم وهذه مقولات معروفة وبديهية لكن فرنسا التي حاولت من خلال إنزار غورو ومن خلال مجموعة من الإجراءات بعد احتلالها لسوريا أن تفرض الفرنسة. فشلت فشلا زريعا بسبب تمسك أبناء سوريا بأرضهم بوطنهم بسبب دفاعهم عن هذه الأرض وتقديم التضحيات الجسام لا. في سبيل أن تبقى سوريا للسوريين في سبيل أن نقضي أو يقضي الشعب السوري والمجتمع السوري وكل المناضلين على هذا المستعمر ويخرج وبالتالي التمسك بالهويه التمسك بالانتماء ركزت بشكل اساسي نعم. في سوريا على بناء الانسان وعيا وفكرا وسلوكا الحقيقه هذه الاجيال اليوم مستهدفه في فكرها في هويتها خاصه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نعم. يعني قديما او في ظل الاحتلال الفرنسي الغاشم على سوريا ولبنان وغيرها من الدول العربيه كانت وسائل واساليب مختلفه في استهداف الشعب وهويه الشعب اليوم هناك وسائل اكثر تطورا وبالتالي علينا دائما ان نركز بشكل اساسي على بناء الانسان عقلا وفكرا وسلوكا وانتماء صحيح وهويه صحيح صحيح. لذلك اليوم هذه الحرب القذره على سوريا منذ عام 2011 الى الان هي حرب مركبه تختلف عن كل الحروب في الاجيال السابقه صحيح هذه الحرب حرب مركبه استخدمت فيها كل الوسائل دون استثناء من اجل اسقاط صحيح. سوريا اسقاط المجتمع السوري، اسقاط الدوله السوريه خاصه اسلحه من خلال تركيزهم على البعد الطائفي والمذهبي واستخدام هذه المفاهيم من اجل تكريس التزئة والتفرقه بين الشعب العربي السوري يعني حكيت انت الانسان هو المستهدف بالنهايه تماما الوعي نحنا اليوم مطلوب مننا جدا 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 ان نركز على مساله الوعي على مساله الهويه على مساله الانتماء وطبعا هذا يحتاج الى جهد جماعي صحيح. وهذا متوفر الحقيقه من خلال مؤسساتنا التربويه، من خلال مؤسساتنا لهيك انا بدي اروح لعند الاستاذ اصف من خلال يعني. جيشنا العربي السوري صحيح. العقائدي مزبوط كل هذه نحن هذا الكلام يعني عندما يقومون بشرح اي قصيده نذهب الى الهويه والانتماء استاذ اصف تماما قبل. عندما نعطي اي درس حكيت حضرتك ها. ان انت اليوم نستهدف الجيل سواء كان من خلال صوره، من خلال قصه، من خلال مؤرخ تاريخي يمكن ان يتحدث عن موضوع معين ولكنه كله يسرد بطريقه معينه لاجيال حسب مستواها التعليمي او الثقافي او الصفوف الانتقاليه تفضل تعليق على هذا الموضوع ما يتقاطع مع ما حكاه الاستاذ في ماده التاريخ في البكالوريا الحقيقه السرد التاريخي في البكالوريا هنا تضمن الحديث عن الاحتلال عن اشكال الاحتلال عن الانتداب عن لكن خلصوا الى سؤال ايهم اخطر احتلال الارض ام احتلال العقل فكان صحيح. الجواب ان احتلال الارض هو احتلال قديم سيطر على أخذ واستغل واستعمر الأراضي لكن القديم الذي تحدث عنه الأستاذ هو احتلال العقل ونحن أمام احتلال جديد هو احتلال العقل من بك بكافة الوسائل إن, إن لم يكن بوسائل التواصل الاجتماعي فبوسائل الهوية في بوسائل الثقافة بانتزاع ثقافتنا بانتزاع الكثير من عاداتنا وتقاليدنا وهذه مهمة قد تكون المناطه بالتربيه بالتعليم بالمدرسه بالاسره بالمجتمع بالدوله الكل الكل مسؤول عن هذه القضيه الكل والمواجهه تبدا فعلا من عقل الطفل في ايضاح الصور المختلفه للاحتلالات وهذه الاحتلالات بطيئه بشكل مغري تاتي تاتي باشكال بسيطه تاتي بالكثير لتغيير لحرفنا عن هويتنا بطريقة أخرى وهنا الدور المقدس الذي يلعبه المعلم حقا من في تنشئة الأجيال عبر الانتماء الانتماء ليس الانتماء باللغة فقط رغم أن اللغة هي وعاء العاطفة نعم. هي وعاء الحب لكن أيضا بتحريض العقل على على المفهوم الغرائزي الذي هو حب الوطن صحيح. صحيح حب الوطن من جهة والانتماء إليه والدفاع عنه ب وسائل مختلفة قد يكون العلم جميل وهم. جميل يعني اليوم يعني ربط الحديث ما بينك وبين الاستاذ برهان فعلا جميل جدا، انا بدي انتقل عند الدكتور، دكتور الكلام اللي سمعناه هلا من الاساتذه قدموه فعلا ترسيخهم من قبل المؤرخين، يعني نحن اليوم وقت بنحكي عن اي تاريخ موجود لاي بلد وخاصة مثل بلدنا بلد سوريا هو بلد فعلا بلد اثبتت انه في انتماء، اثبت انه في تاريخ، اثبت في انه تضحية، في هوية صادقة لكل مواطن سوري. تمام قبل ما تفضل احكي عن هاي النقطه بس اضيف على كلام الاستاذ برهان استاذ برهان انه المستعمر سواء الاحتلال الفرنسي سنه 1920 او واسقط على تجربه باول تماما تمام. في العراق المستعمر سنه 1920 الفرنسي او البريطاني جاء تحت مظله عصبة الامم ان عصبة الامم كلفته باعاده تاهيل هذه الشعوب الخارجيه من المظل من تحت المظله العثمانيه نعم وفي عام ألفين 19... وثلاثة جاءت تحت مظله نشر الديمقراطيه او اسلحه موضوع اسلحه الدمار الشامل وثبت انه كان موضوع ملفق وكاذب زرع عليك ال... الاحتلال الاستعمار الحالي هو استعمار <applause> الاخطر هو استعمار العولمه العقل النت وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للمؤرخين ودورهم في الحديث عن تاريخ سوريا او في دورهم في ايصال هذه الافكار التي في تأريخ تأريخ, تأريخ هذه الافكار وما يجري حاليا يتحمل المؤرخون والباحثون في مجال التأريخ والتاريخ مسؤوليه كبيره في هذا المجال. طبعا بالنسبه لمجال التاريخ لدينا ابحاث مقالات علميه طلاب دراسات عليا سواء ماجستير او دكتوراه كلفوا بهذه بدراسه هذه الجوانب ومنهم من أنهى دراسته وأغلبها كانت دراسات موثقة سواء من خلال أرشيفات أو من خلال مذكرات أو من خلال مراسلات أو من خلال لقاءات مع ناس عاصروا فترة لا. الاحتلال الفرنسي أيضا هذا التأريخ له دور كبير من خلال تأريخ الفترات خلال فترة الاحتلال الفرنسي له لا. دور كبير من خلال إسقاطه على الواقع الحالي لنستطيع فهم ما يجري حاليا حولنا لذلك فهم ما يجري حاليا نحن بحاجة في البداية لفهم ما نجري حاليا حولنا وكتابته أو تأريخه بشكل يمكن أن يكون مرجعا للأجيال اللاحقة وأنا صحيح. تحدثت مع الأستاذ برهان قبل تحدثنا تحت الهواء. سوية نعم. تحت, الهواء تحت الهواء أنه نحتاج لفترة حتى تتبلور هذه الأحداث ولكن بما أننا ضمن هذه الدائرة فإننا آه نرى وال والمشاهد هو آه وثيقه بالنهايه صحيح لذلك المؤرخ يتحمل مسؤوليه كبيره وهنا تاتي آه لاحقا المصداقيه بما يكتبه او بما يروي. جميل هذا الكلام جميل بتحب تعليق استاذ برهان؟ آه لا كل ما ذكر الدكتور الاستاذ <applause> يعني آه اتفق معهم تماما آه الحقيقه يعني اليوم آه ومن يقرا المشهد آه بعقل آه منفتح بعقل نقدي يستطيع ان يصل الى حقائق الحقيقه آه هذه الحقائق آه هي استمرار لحقائق سابقه عن المستعمر اقصد وعن سياسات لا. المستعمر وعن استهداف المستعمر لهذه المنطقه ولشعوب هذه المنطقه وبالتالي آه ذكرت في بدايه هذا اللقاء يعني سياسه الفرنسي ومحاوله طمس الهويه والثقافه وصبغ الحياه حتى السياسيه بالصبغه الفرنسيه وسبق ذلك محاوله العثمانيين المتخلفين الحقيقه نا. يعني نا. اكثر نا. المستعمرين تخلفا في العالم هو المستعمر العثماني نا. والاثار والنتائج التي تركها هذا المستعمر العثماني المتخلف ما زالت للاسف يعني ندفع ثمنها الى اليوم نا. يعني ايضا حاول واتبع نفس النهج ونفس السياسي من خلال فرض لغته من خلال فرض هويته وثقافته لكن هذه الأمة ولادي الحقيقة وهذه الأمة كبزار الورد يعني لا يمكن على الأطلاق مهما اشتدت عليها النوائب إلا أن تكون نعم. عروبية إلا أن تكون مشعة كالشمس بلش استشعر الاستاذ برهان بالتالي اليوم الحرب على سوريا الحرب على المنطقه يعني ليس على سوريا فقط الحرب على المنطقه صحيح بادوات صحيح مختلفه خاصه اليوم نسميها حروب الجيل الرابع والخامس او الحروب اللامتماثله ايضا نفس النهج نفس الاهداف اللي هو محاوله تعميم الثقافه الغربيه وبالتالي تحطيم محاولة تحطيم المنظومات القيمية والأخلاقية للمجتمعات المستهدفة خاصة المجتمعات العربية التي تملك الحقيقة يعني إرث تاريخي نفخر به ونعتز به والمجتمعات الأخرى حتى المستهدفة حتى المجتمع الروسي ذكر الرئيس بوتن يعني محاولة تعميم وتعويم الثقافه الغربيه الثقافه الامريكيه من خلال العولمه من خلال وسائل متعدده نعم. تهدف بالدرجه الاولى الى اضعاف هذه المجتمعات وتفكيك هذه المجتمعات انطلاقا من محاوله حتى التشكيك بالرموز التشكيك بالثقافة التشكيك بالقيم بالاخلاق هو بالاسره نعود الى القيم نعود الى القيم, نعم. نعود إلى القيم. نعم. استاذ عاصف صحيح يعني القيم وهي... وهذا جوهر الجلاء الحقيقه يعني يعني جوهر فعلا هو هذا على هو جوهر الجلاء جوهر الاستقلال نعم لا فيما يخص انا اريد ان ادمج رؤيتي مع رؤيه الدكتور ورؤيه الاستاذ برهان فيما يخص دور التاريخ في ترسيخ الحقائق وتقديمها للاجيال نعم. حقيقه هذا الامر يتلاقى مع وظيفه الادب الادب ايضا ليس فقط يقرا قراءه التاريخ وانما استشراف المستقبل صحيح. صحيح. هي وظيفه الادب لذلك قد يكون الاديب او الشاعر الذي تتضمنه يعني الذي الذي ياتينا باناشيد تلامس الواقع من جهه لكن ايضا من وظائف الادب ومن وظائف الادب قراءه ما بين السطور يعني ما بين سطور الواقع لاستشراف الافاق الأخ المخاطر التي تحدث عنها الاستاذ برهان مع الوثائق التي قد يقدمها المؤرخ تمتلئ بها كتبنا بطريقه او باخرى كان ان كان عبر ما يسمى الاستشراف او النظره الاستباقيه للاشياء وتوقع الخطر وقراءه الواقع قراءه واعيه تعتمد الاسس ويمكن ان تاخذ بعين الاعتبار الحذر القادم عندما نحاكي العقل ويعمل على العقل ان كان في التربيه ان كان في التعليم ان كان على مستوى ابناء سوريا الذين يعرفهم العالم بفطنتهم، يعرفهم العالم بذكائهم فهم الاقدر على ان يرسخوا قيم الجلاء والابقاء والحذر وهذا قد تجلى حقيقه في حربنا الاخيره ان سوريا كانت مختلفه في نضالها ومقاومتها وتميزها وانفرادها بالمواقف العظيمه فيما يخص القيم ساعود قليلا الى القيم هنالك سؤال شبه ثابت في مناهجنا وخصوصا في مناهج اللغه العربيه عن القيم الوطنيه عن القيم الجماليه ترسيخ هذه الجوهره الثمينه في كل ما نقرا استنباط ما هو ثمين لترسيخه في عقول الناشئه وفي عقول الابناء، لذلك اصبح السؤال شبه ثابت، القيمه، القيمه هي ذلك الشعور القوي الذي يتحول الى ممارسه تلقى تقديرا او استنكارا، هي هي تلك القيمه، والقيم الوطنيه تمتلئ بها فعلا ادبنا ومناهجنا. جميل هذه الثوابت التي نتحدث عنها دائما وحتى أوه. اليوم في احاديثنا كاعلام وجمعتكم اليوم معنا لحتى نحكي عن هي التفاصيل كلها هي الاجمل يوم في هذا احتفالا باليوم يوم الاستقلال أوه. يوم عيد الجلاء اكيد اسمحوا لي نروح مع بعض نحن ومستمعينا عبر اذاعه امواج اف ام وايضا عبر مشاهدينا قناه المحليه وايضا قناه اوغريت راح نروح مع بعض مع زميلنا رأفت كحيلي الذي اعد لنا هذا التقرير تابعوا جلاء. ليس كمثله يوم في تاريخ السوريين يوم أرغم الشعب في سوريا المحتلة الفرنسي على مغادرة الأراضي السورية بذل ما بعده ذل الشعب السوري البطل لم ينم على ضيم ولم يسكن لغاز أو معتدي هب كرجل واحد في وجه الإستعمار الفرنسي فكانت معركة ميسلون ببطولات يوسف العظمة ورفاقه. فالارض هي سوريا لتشتعل الثورة السورية الكبرى بقيادة المجاهد سلطان باشا الاطرش مع ابناء الوطن الذين ناضلوا من اجل نيل الحرية والاستقلال ليحول وجود المستعمر على الاراضي السورية كابوسا مرعبا. اجبره على الخروج ذليلا من سوريا بعد ان كبدوه خسائر كبيره في العديد والعتاد وعلت بيارق النصر والفرح في السابع عشر من نيسان من عام 1946. تخلدت عظمه هذا اليوم عبر الادباء والشعراء. ونقل واقع الشعب المنتصر في تلك الايام الخوالي التي لا تقل عن فرحتنا بانتصارات جيشنا في معاركه الاخيره ضد الارهاب وابلغ ما قيل في يوم الجلاء ما جاء في شعر الشاعر السوري شفيق جبري. حلم على جنبات الشام ام عيد لا الهم هم ولا التسهيد تسهيد اتكذب العين والرايات خافقه ام تكذب الاذن والدنيا اغاريد كان كل فؤاد في جلائهم نشوان قد لعبت فيه العناقيد السوريون بصموا في مثل هذا اليوم على انتصاراتهم ضد الاحتلال رافدين الذل والهوان لترفع رايات الحق على الاراضي السوريه وشعبنا اليوم يواصل طريق الجلاء ويقتدي بماثره ويقف سدا منيعا في وجه كل المؤامرات التي يحكها اعداء الامس واليوم ليستمر في سون تراب الوطن والدفاع عنه بعزيمه لا تلين جديد اكيد بعد ما بعد ما تابعنا هذا التقرير للزميل رأفت كحيلي شكرا رأفت برجع لعندك دكتور نحن اليوم عندما كنا قبل التقرير نتحدث عن القيم عن المبادئ عندما يكون اليوم المؤرخ وذكر كل هذه التفاصيل عن الابطال الذين قدموا ارواحهم وما زلنا نشاهد اليوم مستمر. كيف فعلا ان هذا التقديم هو مستمر حتى هذه الاجيال الشابه الجديده وحتى كانت باعمار صغيره هي تنتمي اليوم الى هذا الى هذه الارض وقدمت ارواحها فداء لهذه الارض. فضل. طبعا الجلاء مستمر كما تحدثنا في البدايه وكلمه الجلاء تعبر عن بالمعنى اللغوي اذا صح التعبير عن تعبر عن الوضوح والاخلاء بشكل عام. وقد قدم الشعب السوري خلال فتره الاحتلال الفرنسي الغالي والرخيص في سبيل الوصول الى الاستقلال الحقيقي ولكن خلال الفتره الحاليه التي تمر بها سوريا استمرت القيم التي تمتع بها الشعب السوري خلال فتره الاحتلال الفرنسي وغير الاحتلال الفرنسي نعم. القيم نعم. ثابته لدى الشعب السوري استمرت هذه القيم في سبيل صيانة استقلال سوريا وسيادة سوريا في الوقت ذاته لأن الاستقلال والسيادة لا ينفصلان عن بعضهما استقلال بدون سيادة استقلال منقوص صحيح بالنهاية و يجب الحفاظ على هذا على هذا على معنى الاستقلال ومعنى الجلاء وقد <applause> عبر السيد الرئيس بشار أسد في اكثر من مناسبه عن صحيح هذه صحيح. النقطه بالتفصيل حيث قال ان الاستقلال هو العزه وقال عندما كنا اطفالا فان هذا يعني كان يعني لنا بالنسبه لنا الكثير هذا العيد كان يعني لنا بالنسبه بالنسبه لنا الكثير من العزه أنا بي... نقطه اخيره فدأ. في هذه العجاله اريد ان اوضحها بان الامر الخطير حاليا وهو ما يخالف قيم السوريين أن هناك الكثير من المحسوبين على سوريا نعم. يحاولون تجميل صورة المستعمر الفرنسي حتى الآن يقولون بأنه قد جاء بحضارة وقد جاء بحرية وهذا أمر خطير جدا بالإضافة إلى الصورة التي يأتي بها المستعمر الحالي من صورة حروب بيولوجية حروب معلوماتية نعم. حروب تعددت خطرقية. الحروب تماما نعم. هناك ناس حتى الآن تحاول تجميل صورة المستعمر الفرنسي هنا يأتي حتى دور الآن. التاريخ الصحيح تماماً. والكتابة الصحيحة لهذا التاريخ كل هذه التفاصيل أليس كذلك أستاذ برهان؟ يعني أكيد أنا ابتعدت قليلاً عن يعني هو بالأخير ابتعدت قليلاً عن السياسة طبعاً لا أستطيع أن أخرج منها إنما ابتعدت قليلاً من وحي المناسبة لأن نعم. هذه المناسبة اليوم الحقيقة يعني التي نعتز ونفخر نعم. كل السوريين نعم. على امتداد الجغرافيا السورية وانا اعتقد كل احرار العالم ايضا يفتخرون بالتضحيات التي قدمها رجال الجلاء رجال نعم. الاستقلال والتضحيات مستمره الحقيقه يعني صحيح. لذلك صحيح. الاستقلال الكامل ان شاء الله سينجز إن شاء الله. عندما إن شاء الله. نعلن شعبا وجيشا وقياده الانتصار الكامل وخروج اخر جندي محتل امريكي وتركي واخر ارهابي عن ارض الوطن وبالتالي لماذا انا يعني عملت مقارنه ما بين لو حكي حكيت باللغه ليش عملت مقارنه ما بين انذار غورو الذي فشل فشلا ذريعا امام تضحيات رجال الجلاء والشعب السوري من يقرا بنود انذار غورو هي نفس البنود التي جاء بها كولومباو العام 2003 والتي ايضا تم رفضها بالكامل لان سوريا تاريخيا لم تكن ولن تكون على الاطلاق الا سوريا للسوريين وقرارها حر ومستقل. اليوم تحاول كل الدول المعاديه الغربيه أو الولايات المتحده الكيان الصهيوني أن يحاولوا تغيير هوية المنطقة بشكل عام بما فيها هوية سوريا لكن استطعنا والحمد لله وسنبقى قادرين على أن نحافظ على هذه الهوية العروبية، خاصة يعني مفهوم العروبية كقيمة جامعة لكل العرب من محيطهم إلى خليجهم، اليوم كثير مركزين على موضوع استهداف العروبة لذلك فلان يقول أن دولته أولا مجتمعه أولا إلى آخره لكن الحقيقة في النهاية العروبة مسألة بالدم وبالتالي لا أحد على الإطلاق طالما أن هناك حراس للعروبة حراس للكرامة حراس للاستقلال لا يمكن على الإطلاق أن ينجح ربما قدمنا تضحيات جسام صحيح وما زلنا قادرين على ان نقدم تضحيات في سبيل ان يبقى قرارنا مستقل في سبيل ان تبقى هويتنا عروبيه بوصلتنا فلسطين يعني حاولوا التشكيك ايضا من خلال اعلامهم ومن خلال بروباغندا اعلاميه يعني استخدمت فيها اكثر من 600 وسيله اعلاميه في سبيل حرف البوصله عن فلسطين لان قضية الصراع في المنطقة هي قضية متعلقة بشكل أساسي في فلسطين العربية والكيان الصهيوني اليوم في حربه الإرهابية على الشعب الفلسطيني يحاول تكريس مفاهيم من ضمن أهدافه هو محاولة تكريس مفهوم الدولة الدينية الدولة اليهودية التي أقرها الكنيسة الصهيوني عام 2018 نفس الأهداف والسياسات التي حاولت كل وسائل الإعلام من خلال استهدافها للمجتمع السوري يعني محاولة تفكيك المجتمع السوري كما ذكرت على أساس طائفي وعرقي وإسني. استهدفت ليبيا من خلال تكريس مفهوم القبلي استهدفت اليمن يمن شمالي ويمن جنوبي وبالتالي المستعمر حتى اللحظة ما زال يرى في الاستقلال في القرار المستقل خطرا مباشرا عليه وذكروا الزملاء يعني فعلا موضوع الثقافي موضوع مهم هو أخطر سلاح يمكن ان نواجه به اعدائنا ومعروف ان وزير النازي الالماني جوبلز قال كلما سمعت بكلمه ثقافه تحسست مسدسي وبالتالي التركيز على مساله الهويه القيميه والاخلاقيه التمسك بالارض هذه الثقافه التي ارساها بشكل اساسي آه القائد المؤسس حافظ الاسد بعد م. عام 1970 م. وما زالت مستمره حتى الان يعني تكريس الاستقلال تعميق الاستقلال آه له ابعاد متعدده منها آه ابعاد تنمويه وكل صحيح. ذلك تحقق يعني آه منها آه ابعاد آه نشر التعليم على المستوى آه الافقي والعمودي صحيح. صحيح. آه بناء المؤسسات آه بناء الانسان كل ذلك تحقق الحقيقه لدرجه وصلت سوريا الى مرحله فعلا كانت الدوله ربما الوحيده في المنطقه التي ليس لها وعليها ديون على الاطلاق، صحيح. هذا لا ينسجم ولا يتوافق مع المشروع مع السوري الامريكي والدول الاستعماريه ولكن لزال... هذه هي سوريا نعم يعني, يعني اود ان اضيف جمله بسيطه فضل. يعني نحن نحن السوريين تاريخيا ثقافه الشهاده والاستشهاد هي حياه يعني يعني ليس موتا انما هي حياه الأم التي تخرج وذكرت ذلك على شاشات التلفزي أكثر من مرة الأم التي تخرج على شاشات التلفزي وتقول بأنني فقدت ستي من أبنائي وهم كل ما أملك شهداء وأنا مستعد أن أكون الشهيد السابع هذا الشعب لا يمكن على الإطلاق إلا أن, أن, أن يبقى يوزح. وأن ينتصر صحيح. صحيح. كلام جميل يعني بسوقني لعندك كمحاكاة كنت عم تقلنا شيء تحت الهواء ذات الكلام موجود بمناهجنا ومكرس، يعني القضية الفلسطينية هي جزء مركزي في كل مناهجنا، إن كان في اللغة العربية أو كان في الدراسات التاريخية وحتى القيم الوطنية أو التربية الوطنية. هذا الأمر أيضاً يقودني إلى ما تحدث عنه فيما يخص الشهادة، مفهوم الشهادة عند السوري، عند طفلنا السوري هو ليس مفهوم الموت حتى رغم كل الظروف. هو أشبه بحبة القمح التي تزوي في التراب لتنبت سبع سنابل. في كل سنبلة مئة طفل هذه هي الثقافة التي طفلنا بدأ يتعلمها لا بل تشربها وتشبعها منذ منذ أقدم العصور سوريا متميزة حتى بشهدائها مع ما كان قبل قبل البدء كنت أقول محاكيا ذلك البيت أو تلك القصيدة لبدر الدين الحامد. الحامد التي يقول فيها يا راقدا في روابي ميسلون أفق جلت فرنسا وما في الدار هضام أقول وأنت يا خالدا في الضمير اليعربي أفق ما أشبه الأمس بالحالي يا شام أقدارنا في بلاد عز موقعها إن اختياراتنا نبل وإقدام فمن جلاء إلى ميدان تضحية والصالح الفز مع سلطاننا قاموا هذه بلادي بجيش العظمة انتصرت وللعهود اسود الحق ابرام. آه دكتور نحن وقتنا انتهى بتمنى منك شو بتحب آه تنهي كلامك بكلمه اخيره لو سمحت. آه طبعا آه سوريا منتصره باذن الله بهمه آه شعبها الصامد وليس بغريب عليه وجيشها الباسل وقيادتها الحكيمه. آه طبعا آه لابد من تضحيات وهذا ايضا ليس بغريب على سوريا التي بدات بتقديم تضحياتها ليست كسوريا ولكن من قبل الاحتلال الفرنسي ونحن مقبلين على عيد الشهداء في السادس من أيار وهو ذكرى آه الشهداء الذين نعم. آه استشهدوا آه في أواخر الفترة العثمانية تماما نعم. وما زالت مستمرة بتقديم آه شهدائها حتى آه تحرير الجولان اللواء, اللواء وخروج آه آخر آه إرهابي من آه سوريا وصولا شاء. إلى الاستقلال الكامل والسيادة الكاملة على كل الأراضي, الأراضي السورية. السورية نعم شكرا كثير لك دكتور استاذ شو بتحب تقول بنهايه حوارنا اليوم نحن في الادب الثوري التحرري الاجتماعي او ما يسمى بالواقعيه الجديده ادب النضال الثوري نعم ادب ادب النضال والمقاومه اعتقد ان اهم سمه من سمات هذا الادب هو التفاؤل الثوري فانا مثلما اقول واعتز بثقتي بالجيش العربي السوري انا اعتز واثق بالاجيال بهذه الناشئه التي مهما اظلمت الدنيا ومهما ضاقت بها الحياه فان يقظتها يقظه فكر سوري متجذر قديم ولا خوف على ابناء سوريا ابدا ما دام النهج واضحا وما دامت سوريا الام الولاده نعم. لا اعتقد ان هنالك مشكله كل عام وسوريا بالف خير وانت بخير اكيد استاذ برهان شعبان آه مره اخرى اقول آه الرحمه والخلود لابناء ولارواح شهداء سوريا اكرم من في الدنيا وانبل بني البشر وسوريا تاريخيا كما هي اليوم وكما هي في المستقبل قادره على ان تبقى وقادره على ان تكبر وقادره على ان تواجه. فاعود فاقول ايضا ان المعادله الذهبيه التي حمت سوريا خلال هذه الحرب القذره والتي ما زالت مستمره للاسف يعني حتى اللحظه هذه المعادله الذهبيه هذا المثلث الذهبي شعبا وجيشا وقائدا من المؤكد اننا بهذا المثلث وبهذه المعادله الذهبيه سنستطيع ان نستمر ونستطيع ان نقاوم ونستطيع ان ننتصر ونستطيع ان نستكمل الجلاء كما ذكرت بخروج اخر ارهابي او القضاء على اخر ارهابي وخروج اخر جندي سواء كان امريكي او تركي او غير جنسيات مهما كان مهما كان جنسه او نعم. للسوريين كل عام وشعبنا وجيشنا وقائدنا بالف الف خير كل عام وأنتم بخير، أنا كثير بدي أتشكركم لوجودكم معنا اليوم دكتور أيمن الصلاطة، رئيس قسم التاريخ في جامعة تشرين كلية الآدب، شكرا لك لوجودك لو معنا وكل عام وأنت بخير. كنتم بألف خير. شكرا لك، أه. الأستاذ آسف يونس، شكرا لك لوجودك لو معنا وحضرتك شكرا. عضو في لجان تأليف مادة اللغة العربية، شكرا لك لوجودك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم أستاذ برهان شعبان محلل السياسي، شكرا لك لوجودك معنا. شكرا جزيلا. الشكر الجزيل لكم مشاهدينا عبر اذاعه امواج أفهم والقناه المحليه وقناه أوغريت لكم مني كل التحيه في هذا اليوم في هذه الندوه الحوار التي كنا فيها وكما قال السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهوريه العربيه السوريه عيد الجلاء فعلا هو ماضي العزه وحاضر الكرامه لكم مني كل التحيه الى اللقاء